ثلاث دول كانت على موعد مع الوحدة، مخطط محكم قام بوضعه الرئيس المصري جمال عبد الناصر بالاتفاق مع الرئيس السوري شكري القوطني ورئيس حزب البعث في العراق ميشيل عفلق. حاول اجتذاب الكثير من الدول للوحدة من بينهم الجزائر، لكن رئيسها أحمد بن بلة رفض. ما السبب؟ وما الذي آل إليه مخطط الوحدة؟ وما الذي دار في الكواليس؟ حلم الوحدة العربية كان يلوح في الأفق، اتفق عليه رؤساء مصر وسوريا والعراق وكذلك ملك اليمن عبد الله السلال، في حين رفضه الرئيس الجزائري أحمد بن بلة وتمنى لهم التوفيق. لكن ما الذي حدث ولماذا فشلت الفكرة؟ استطاع الرئيس المصري جمال عبد الناصر بالاتفاق مع الرئيس السوري شكري القواتلي تكوين تيار قومي عربي قوي وتحقيق الوحدة بين مصر وسوريا بحيث تصبحان الجمهورية العربية المتحدة. حدث ذلك عام 1958 وحتى 1961، ولأول مرة تفقد مصر اسمها وتصبح الإقليم الجنوبي للجمهورية العربية المتحدة، في حين كانت سوريا هي الإقليم الشمالي. يبدو أن القبضة القوية التي كان يمثلها عبد الحكيم عامر والقرارات الحادة التي كان يتخذها عبد الناصر سببت إزعاجاً كبيراً للضباط السوريين الذين قرروا تنظيم انقلاب وإلغاء الوحدة، متهمين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر بالديكتاتورية وبتهميش سوريا وجعلها تدور في فلك مصر تحت مسمى الوحدة. وبالفعل انفضت الوحدة عام 1961. في عام 1963 بدأت مفاوضات لتشكيل وحدة ثلاثية بين مصر وسوريا والعراق، حتى أنه تم اختيار العلم ذي النجمات الثلاثية ليعبر عن تلك الوحدة، وتم استخدامه في العراق وسوريا لفترة من الزمن. كانت المفاوضات تتم مع ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث في العراق ومع الجنرالات السوريين ومع عبد الناصر، ورغم أن العلاقة كانت جيدة جداً بين عبد الناصر وعبد السلام عارف رئيس العراق، إلا أن قيادات في الجيش اعترضوا على الوحدة وقالوا لا نريد أن يكون رئيس العراق سكرتيراً لعبد الناصر. في القمة المصرية السورية الجزائرية بالقاهرة عام 1963 اقترح عبد الناصر على الرئيس الجزائري أحمد بن بلة انضمام الجزائر للوحدة، لكن يبدو أن الانقلاب السوري في 1961 كان حياً في الذاكرة، فرفض بن بلة الانضمام وتمنى لهم التوفيق. كان الرئيس اليمني عبد الله السلال من المرحبين بالوحدة، ولكن حدثت أمور حالت دون هذا الانضمام، وجرت المفاوضات لفترة طويلة بين سوريا ومصر والعراق، وكان من المفترض أن يتم إعلان الوحدة بشكل كامل في 1971، لكن وافت عبد الناصر المنية وانفرط عقد الوحدة وتوالت الانقلابات العسكرية التي شكلت أنظمة الحكم في العراق وسوريا.